الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. مؤتمر صحفي لوزير الآثار للكشف عن مفاجآت حول العمل الأثري. الحكومة اليمنية تعلن تعز منطقة منكوبة بعد مجازر الحوثيين بها ضد المدنيين. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول لقاءاته من العاصمة الروسية موسكو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. كان السيسي قد وصل منذ قليل إلى مطار فوفوكوفا بموسكو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول لزيارة الرئيس إلى روسيا نشاطا مكثفا يشمل زيارة إلى البرلمان الروسي الدوما وعقد لقاء ثنائي مع رئيس البرلمان يعقبه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين. كما سيلتقي الرئيس خلال الزيارة بكل من وزير الصناعة والتجارة الروسية ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذا زيادة الاستثمارات الروسية. كان السيسي قد بحث أمس مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية تطوير أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا في ضوء ما توفره مصر من فرص اقتصادية تتيح للاستثمارات الهندية الانطلاق نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، كما بحث مواجهة ظاهرة الإرهاب مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة الظاهرة. عقد وزير الآثار الدكتور ممدوح الضماطي مؤتمرا صحفيا بمقر المتحف الكبير المصري الكبير، وذلك للكشف عن بعض المفاجآت المتعلقة بمختلف مجالات العمل الأثرية والرد على جميع التساؤلات المطروحة في الفترة الأخيرة على الرأي العام في الداخل والخارج. وخلال المؤتمر أوضح الضماطي عدم تأثر قصر محمد علي بانفجار شبرا الخيمة، مؤكدا أن العمل جاري حاليا لإصلاح الشقوق الموجودة بالمبنى من قبل الحدث. شكل حزب نور لجنة جديدة تحت مسمى لجنة حسم المرشحين على المقاعد الفردية، وقال الحزب إن مهمة اللجنة الجديدة حسم أسماء المرشحين على الدوائر الانتخابية التي تم دمجها في قانون تقسيم الدوائر الجديدة، وتتسلم اللجنة تقارير من المجمعات الانتخابية بالدوائر التي تم دمجها وترفع تقريرا للمكتب الرئاسي للحزب لاعتماد هذه الأسماء كمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تبدأ الخميس المقبل المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وتستقبل مكاتب التنسيق طلاب المرحلة البالغ عددهم 91,000 طالب على مدار 3 أيام. كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت أن الحد الأدنى للشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة للتنسيق للحاصلين على أقل من 328 درجة وحتى 50% للعلمي، ولأقل من 287 درجة وحتى 50% للشعبة الأدبية. قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش إنه شن 20 غارة جوية على مواقع للتنظيم الإرهابي خلال اليومين الماضيين، وأوضح بيان أن الضربات بلغت 12 على مواقع للتنظيم في العراق بالقرب من بيجي والموصل والرمادي، بينما استهدفت 8 ضربات أخرى مواقع في سوريا بالقرب من الحسكة والحول وعين عيسى وكوباني وغيرها، ولم يذكر البيان عدد القتلى في الغارات. وأخيرا، أعلنت الحكومة اليمنية محافظة تعز الواقعة جنوب البلاد مدينة منكوبة نتيجة للمجازر التي يتعرض لها المدنيون بشكل شبه يومي على يد الميليشيات التابعة لجماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح. ووجهت الحكومة نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين هناك. كان الحوثيون قد جددوا قصفهم للأحياء السكنية في تعز، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. ختاما نذكر بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
مؤتمر صحفي لوزير الآثار للكشف عن مفاجآت حول العمل الأثري. الحكومة اليمنية تعلن تعز منطقة منكوبة بعد مجازر الحوثيين بها ضد المدنيين. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.